السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت قبل ما خلاص الحمد لله فجرح بيكم الشرح في المحاضرة السابعة اليوم الإيفنت أو البروجرام اللي هي في إيش هي؟ هي النويز أو كي إيفنت النويز إيفنت النويز إيفنت إيش هي؟ اللي كان لوس ايفنت يعني مثلا يعني يكون مطروح على زر الماوس اضغط على زر الماوس او امر عليه او انقله او اسحب على زر ده هو اللي هو مش يعني طيب بقول هنا الضغط الاتباع في الحزمة تحت موجود هنا في الانبوت بتاعت ماوس ايفنت زي ما شرحنا لنا أسباب عن المحاضرة السابقة وليت فور خمسة إيميل أربعة خسارة بتقول هجمة مدران مري بسكر مري ميجو ونور الأربعة دي هي ونور دي ناكد بطل جدا كان مكان ممكن يكشف لي عن أي زر يتم الضغط عليه، ممكن زر يتم الضغط عليه واحد، لأن الزام البسيط يملى به بطن، إيكوال إيكوال ماوس بطن إكس هنا، من هنا يجي معناها إنه يتم الضغط على زر الماوس الأيمن، طيب، لو دخلنا الدوار ونشوف بلعنا نزل بيخفين نزل ليه نزل أسر أهبا معروف كيك بيك عم شمي بيهي أنت نضرب في غزة الماوس ثم نضرب في غزة الماوس على المربع تحت إذا أرد الأرض ما يزر أو أي أو أزر أو تكسير أو الليبل أو أي شيء وبعد كل أمر عن يد بيك عم شمي السيد الماوس إلى اللي هي لما الآن مش بيتدخل على زر الماوس بسحب يعني أضغط على زر الماوس كده بسحب كده تمام اللي هي ماوس السيت أو ماوس ميتر ميتر بيقدر على شنو بيبدا معمل إدخال للماوس لما يكون الماوس الأربعة طيب السيت أو ماوس أو إكستنت اللي هي شنو عندما يخرج الماوس من العضو يعني مثلا اللي هو الانتر يعني انا بجيب الماوس بجيب البطن حطيت على الماوس دي انا عملت ادخال مثلا لو كنت في الماوس لحيت الماوس ورايح طبخت من الماوس في نفس الاثنين عندي بقى مشكلة الست ماوس ايه موفي بعمل ايه فيه كده اللي بتحرك الماوس بيحرك أنا لما أكون لاعب في الماوس في الرقم بتاعتي يعني زي أكون ضاغط فيها أكون واجي فيها أكون مقرر عليها في رأس الإيفنت أكون حرك ولا أكون أغلط عندنا سيت الماوس في ريس في لما أضغط في بتدخل زي الماوس في الأرض يعني مثل زي دي أضغط عليها تمام دي تاني السيت الماوس ويريز من عندما عمل تحليل مزر الماوس يعني تحليل مزر الماوس تمام يعني مثلا بسيط ممكن نقول له نوع المحاضرة السابعة محاضرة بسيطة هنا الكود ما بنحفظه ما هو يقول او هو يقدر مع هذا الكود ضغط على الماوس
يعني انا لما ضغطت على الزر لما موس نار موس لو قبل اذا حد طبعا اذا بدا يجي الموس اجت لما الموس يقطع شيء لا العقدة تحت الحاجة في البيت من فأنا ما أنا بعرف يتحمل بالدراس بس ما بعرف أعمل تمام أوكي فالمال السيزون هي مفهوم المهم نيجي لكي إيفنت كي إيفنت بيقولك بيقولك كل ما في منطق غير مفتاح وكتاب فيها العقدة والمشهد هذا التكس في هذا ممكن ايفنت موجود هنا داخل خلاص اسمه انبوت طيب اول ما ده اسمه الريكورد الريكورد يكون بتسجيل شنو القيم داخل الجدول يعني هم يبغون كمان تقدر تقيم تمام طيب اللي تاني في بالك عندنا جيت توكس الجيت توكس بترجع لجنة سلسلة تصف لجنة رمز المفتاح تمام نجيب بقى مجال جيت كاركتر تيجي ترجع له حرف يعني كود أو سلسلة من الأخر مرتبطة بحرس المكتوب بالمفتاح تمام يلا نشوف ليش في تيابل اللي هي فين في هون زر الهوم زر الاند زر الاب داون الليفت التاب فيها كل الازرار على الكيبورد ليش من ثلاثة دوام في كي ايفنت ثلاثة دوام اسك ام في ايس بس يقولك عندما يكون الأقرة تركيز يتم الضغط على المفتاح يعني لما أضغط على المفتاح لا يفتح مثلا الريليز يعني ممكن هي عندما يكون الأقرة تركيز يتم تحويل المفتاح لما تعمل تحريك المفتاح ده التارجت يصير من أرجنتي تارجت يجب على كل الأقرة تركيز ويكون كتابة المفتاح من أكثر المفتاح في الجزامة البسيطية من أهم نقطة تفتح الرؤية ظهر الرهان ومن قبل المثال ده المثال بتاعنا نعمل أول شيء كومباير في المكس في الجرايز ما في حاجة في درجة إس رمز هذا في الإس بتاعنا من خطر ايه اكس زد من اي تكست انا اعمل له او اي حرف نخده يسافر شيء في التكس في الزد تعمل وفي كده عبارة عن المحاضر السابع لما نشارك نشوفه في المحاضر الجاي فيها المحاضر التعمل